اسمي رزان الرز، عمري 17 وأنا من قسم التمثيل. كل العالم بيقولوا أنه من لما كنت صغيرة موهبتي التمثيل وبحب التمثيل وكذا. أنا هي يعني نفس الشيء، بس أنا بشكل عام بحب الفن، يعني بحب الشهرة وبحب أنه أمشي بالطريق العالم تقول أنه إيه هي رزان شفناها مثلاً بدور أو كذا. وأنا يعني من أنا وصغيرة جريئة، يعني بحب أنه ما بخاف يعني من أي شيء. تقريباً هي صار لها شيء 3 سنين يعني بالمشروع، وحلاوته هيدا المشروع انه كتير طور لها الموهبه يلي عندها. يعني حتى انا انه ما كنت عارفانه انه هي عندها هاي الموهبه، كانت يعني كتير تنطر البروفات، انه حسها كتير متحمسه انه حتى يجي وقت البروفه، مع انه اوقات يكونوا تعبانين يكونوا هيك. هلا اول مره وقفت فيها على المسرح بمشروع بكره قلنا من شي 3 سنين، طبعا كنت كتير خايفه وكنت مبتدئه لسه، يعني اول مرحله كان على مسرح مدرستي وقتها. بس انه بس طلعت حتى انه حسيت انه هيك في مثل حياه، انه ما شفت الجمهور قدامي، هي اول مره، وصرت دائما انه خلص تعود. هلا هي رزان عن طريق مدرستها، هي كانت مدرسه اللايك، فانه اجوا مره يعني وقالوا انه اللي مي عنده موهبه تمثيل غنى رقص اي قصص هدول يعني، فقالت له انه انا يعني وحبت، وقالت لي انه فيني سجل فيه وانه ما حيكون مؤثر على دراستي يعني. بنفس الوقت كان بقلب المدرسة، ما كان لسه متوسع كتير يعني. هلا المشروع طور فيني كتير شغلات، يعني عن جد كتير طور فيني. أول شيء الجرأة، طور أدواتي بالتمثيل، طور صرت أعرف أتعامل مع العالم اللي معي مثلاً بالمشهد، مع الأساتذة، مع كل العالم. خلاني أعرف هيك إنه عن جد حب العالم من قلبي، ما غار من حدا إنه هي والله دورها أحسن مني، إنه تضايق أو شيء، لا إنه هلا خلص هي فرصتها، أكيد فرصتي رح تجي بعدها. إنه هي وصغيرة كانت تقلي إنه أول شيء إنه هي تحب مثلاً إنه تكون مشهورة، بتحب تعمل شغلات إنه تعلم يعني، أو مثلاً إنه يعرفوها. إنه مع الوقت حسيت إنه كتير هي حابة الموضوع، خاصة بعد ما إنه اشتركت بهذا المشروع، فانه حسيتها انه تطورت هي من حالها يعني. حتى انا انه كنت استغرب انه معقول انه هي كان هالشيء جواتها وعم يطلع هيك يعني. هلا هديك السنه وقت كنت بكالوريا صاروا يقولوا لي العالم تريكي وكذا ورح ياثر على دراستك وهيك، انا طبعا ما رديت عليهم، واستاذي طبعا ساعدني كثير وانا بتشكره كثير كثير، استاذ جلال خراط ساعدني كثير انه نظم لي وقتي وخلاني اعرف انه نظم بين البروفات وبين الدراسه، ومع تمثيل ودراسه نجحت بالبكالوريا وطلعت الاولى على مدرستي. كنت اعرف انك هنا، لدي احساس بذلك، لم نرحل من يوم خرجنا، لم نخرج من يوم رحلنا، كانت اسئله الماء تطاردنا، نتحرك مثل الرمل، نتدافع، يدفع بعضنا بعضا، نتشكل من جديد. وصلت قبلي هنا، فماذا وجدت؟ طعم طين، ماء يختلط بالرمل. هاي تلك التي في يدك حقيبتي. كمان في عندها هي مجال، وقت فاتت على الدوبلاج كمان هذا الشيء يعني انه حسيته انه حسن لها كثير شغلات وتطور يعني، بدون ما انا حتى انه هيك انه فكر انه هي كان عندها هالقصه ولا لا. هلا الدوبلاج بلشت فيه من شي 6 سنين، امي هي اول وحده فتت، اول شيء هي كانت بتشتغل مساعده مشرف، فهو كان في عنده دور بنت صغيره، انا كنت يعني صغيره فما انا عارفه مين بده يعطيها. قالت له انه انا عندي بنتي شاطره كثير بالتمثيل وكذا، اما رحت وعملت تيست يعني اختبار وقبلوني. وقتها كان مسلسل وعد الذئاب، اخذت بنته للبطل يعني دغري من اول مره، فمن وقتها صار العالم هيك يعرفوني اكثر ويجيبوني دائما. يعني صار لي شيء 6 سنين بهذا المجال، وكل مره عم اتطور اكثر، مثلا بشتغل وثائقي لناشونال جيوغرافيك وكرتون سبيستون، كثير يعني شغلات. هدفهم هو إعادة تأهيل كل الشمبانزي وجعله قادراً على العيش ضمن جماعة، وأخيراً في مكان كهذا. محمية شبه برية تبلغ مساحتها نصف كيلومتر مربع، بالنسبة للشمبانزي احتجزت حريته سابقاً، هذه هي الجنة. منطقتنا كانت كتير منطقة كتير صعبة، والقذائف وهالأمور يعني، والأزمة اللي مرت كتير كانت عن جد صعبة على الأولاد، لأنه حتى أنه كانوا يخافوا مثلا أنه أنا إذا بدي أطلع مثلا روح عندي مدرسة أو عندي شيء أو هيك، فكانوا يخافوا يعني.
بس وقت كانوا انه مثلا انه يعرفوا انه هن رايحين لشغله انه يحبوها، يعني انه رايحين على التمثيل على البروفا، فهذا الشيء انه بخفف يعني من الموضوع. حتى انه هي مثلا انه رزان مثلا تقول لي انه انا بقول لها انه اليوم مثلا انه الوضع ما انه منيح مكركب مثلا، او مثلا يكونوا زاتين قذائف او شيء، فبتحس انه هي ما عندها هذا الخوف، يعني انه خلص انا بدي اروح، يعني رفقاتي رايحين معلش انا انه بدي انه روح هيدا الخوف اللي جواتي. يعني كل عرض انا كنت احضره انه كنت تأثر فيه، بس انه اكثر شيء اللي تأثرت فيه هو العرض اللي بدار الاوبرا عملوه وقت انه ام الشهيد، فكانت رزان انه اخذ دور انه هيك معنه، يعني مثل هي مع انه هي رزان انه بتحب، كيف بدي اقول لك، انه بتحب الضحك وهيك، بس انه هذا الدور كانت اخذته هي ام الشهيد، فكان كله هيك احساس وزعل وهيك. ف انه من اول ما فاتت لحتى خلص انا كنت كثير متاثره، يعني وخاصه بعد ما شفت انه كيف الجمهور متاثر، وكان كثير هيك مشهد حلو يعني. الله معك. ورجع؟ طبعا رجع، لكن نحن لوين رايحين هلا؟ طيب كيف بيرجع وما بيروح لعندك فورا؟ ما بيعرف انك ناطرتيه؟ ما بيعرف انك مشتاقتي له؟ ما قلت لك يا ابني الام واجبها تتعب ليكون ولادها مرتاحين؟ ها وصلنا، بس نحن وصلنا على التربة. وين بقت ابنك؟ مو قلتي لي انه رجع؟ بلا رجع، بس رجع عريس ومعطر بدمه ومتوج بنجمتين خضر على جبينه، رجع بطل مثل ما وعدني. طبعا امي هي يعني كل شيء بحياتي، وهي اكثر حدا بيساعدني بكل شيء، يعني بدراستي وهي بتدعمني طبعا دائما، يعني وقت مثلا اتضايق على شيء انه هذا الدور مثلا ماني حاببته، هي دائما بتقلي انه لا، انه طلعي من الناحيه الايجابيه على ممكن يكون فيه شيء انه عن جد بيشبهني. وقت البكالوريا كمان وقفت جنبي كثير وما منعتني ابدا اني اروح على المسرح او شيء، انه اهالي تاني ممكن يقولوا لاولادهم انه لا بكالوريا عادي بالبيت. اكثر شيء بوجه لهم انه الاهالي انه عن جد خاصه يعني انه بهذا الجيل انه يعطوهم، لانه عنده كثير مساحه هو انه يقدر يقدم كثير شغلات يعني من صغره، ويحاولوا انه ينموا له اياه من هو صغير، وانه ما يحاولوا مثلا انه يدخلوه بمجال وفجاه يقطعوه عنه، لانه هذا كثير شيء بياثر. لانه انه مثل ما انا شفت انه في اهالي مثلا انه هو صغير مثلا بيحطوه شغله بعدين فجاه بيقطعوه عنه، فهذا الشيء كثير صعب. بدي اتشكر المشروع على كل شيء قدم لي، لانه عن جد قدم لي شغلات كثير حلوه وغيرت كثير بحياتي، وهو صار هيك جزء كثير حلو من حياتي، صار انه احس في شيء بحياتي عم بعمله، يعني في انا الشيء اللي بحبه عم بعمله، عم اطلع على المسرح، عم بعمل كل شيء بحبه. طبعا بشكر اهلي اللي ساعدوني، وبتمنى من كل اهل يساعدوا اولادهم، لا يعني لا يخلوا موهبتهم تروح على الفاضي، لانه هن بس يكبروا رح يتضايقوا بس يشوفوا واحد غيرهم عم يمثل على المسرح وهو هاد موهبته، رح يتضايق يقول انه انا ليش ما بوقف معه، ليش ما بكون مكانه. من البدايه كانت الاشارات واضحه انه رزان موهبه مهمه بمجال التمثيل والمسرح، كانت تهتم بكل التفاصيل ضمن التدريبات وتحاول تضيف بصمتها عليها. اللي بيميز رزان محبتها الكبيرة لرفقاتها واحترامها لمدربينها وللإدارة، وكان واضح تماما تقيدها بنظام المشروع وبأهدافه. اللي بقدر أقوله عن رزان إنها مثال للأخلاق والأدب والموهبة. طبعا حبها وشغفها للمسرح خلانا نعطيها كل شيء نحن بنعرفه وكل شيء نحن بنقدر عليه، حتى إنها قدرت تكسب تأييد عائلتها وأسرتها إن لدعم موهبتها، خاصة إنها كانت طالبة مجتهدة ومتفوقة دراسياً. بتوقع إنه رزان مشروع نجمة مستقبلية، طبعاً بعلمها وثقافتها وموهبتها، والأهم هو حبها لبلدها، لأنه أنا دائماً بشوف بعيونها إنه هي عندها الرغبة الكبيرة إنه تقدم شغلات كتير منيحة لبلدها سوريا. يتمنى للتوفيق والنجاح ولكل رفقاتها بمشروع بكرة إلنا. أنا جلال خراط من قسم التمثيل. محبة بلدنا هي اللي رجعت جمعتنا، بلدنا الناس يلي حبوها والرجال يلي حموها، وشقائق النعمان يلي زينت كل شبر من ترابها من دم الشهداء يلي ضحوا كرمالها، بلدنا القائد يلي صبر، بلدنا العلم يلي انرفع، بلدنا نحنا وانتو. شو جاهزين نكمل الطريق؟ كلنا رح نطلع سوا.
ونمسك بإيدين بعض ورح نوصل ويتلاشى ضوء القمر وتطلع الشمس من جديد ونخلي العالم كله يسمع يسمع شو؟ إنه بكرة إلنا.